السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقات. في هذا الفيديو إن شاء الله نشوفه يعني هاد لو بون دو ديود، يعني بحال أنت كتصيبو جسر الديودات، لو بون دو ديود بريدج ديود. هنا عندك مثلا كتجيب مثلا هنا ناقص هادو كلهم بحال 007 إن ديودات، بحال كلهم بحال كتجيب مثلا البلوس هنايا مع الموا، والبلوس مع هنا مع البلوس مع هذا، والموان ديال هذا مع الموان مع البلوس ديال هذا، والموان مع الموان. لاحظوا هنا الموان مع الموان باش ما تدوخوش ديال لي ديود، والبلوس مع البلوس من هنايا، وهنا كتخالفهم كدير البلوس مع الموان، وهنا الموان مع البلوس. يعني هذا لو بون دو ديود تصايبو نتا. هنا غنبداو بالبلوس ديال لاباتري 12 فولت، غيجي من هنايا وغيمشي للبليس، البليس ديال هاد لي ديود بجوج 4 1 N 4 007، ومن هنايا غيمشي للبليس ها هو الشيم زائد ديال كاباسيتور 1000 ميكرو فاراد 25 فولت. الموان ديال هاد كاباسيتور غيخرج منها خيط من هنا اللي هو ناقص، ها هو نيجاتيف ديالها، غيجي مع النيجاتيف ديال هاد لي دو ديود ناقص ديالهم بجوج، ومع هاد النيجاتيف ناقص ديال لاباتري 12 فولت. حتى لهنا يعني فاهمين. الخيط الخضر ديال هاد الترانسفورماتور اللي كيدخل 220 فولت وكيخرج 12 فولت، 12 فولت الخيط الاولاني غيجي غيمشي لهاد ناقص زائد ديال هاد لي دود، والخيط الثاني غيخرج من هنا ديال الترانسفورمات المحول غيمشي مع هاد ناقص زائد هاد ديال جسر الديود، ومن هنا كالعادة راه هذا 220 فولت، هاهما جوج خطا ديال 220 فولت، يعني غتبرونشيهم هنا غيعطوك 12 فولت هنايا، وهنا في نفس الوقت 12 فولت. يعني هنا كيبين لك الدور ديال لو بون دو ديود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير.